السلام عليكم اخوان، كيف راكم؟ لاباس عليكم، هانين معكم قناة الكترو سيدي زكريا. كتحاول ديما تقدم لكم جديد، سواء كنتي عارفو او ما عارفوش، كان سهل او صعيب. اليوم الاخوان جيت نتكلم لكم على التلفاز ال جي، يعني كتبقى في ما كتفا وكتشعل كتعاود تبدا لك من جديد تاني، بحال شريتيها جديده، يعني كتبدا لك من داك السيستم ديال المجازة. يعني ملي بديتي من شريتيها جديده كتعاود خاصك ضروري تبروغراميها بحال هاد الشكل، يعني فيما كتشعلها كطلب لك بروغرام من جديد. غنشعلوها نشوف كيفاش، يعني هي كتشعل عادي، هي لايف زغوت، يعني ها انت ضروري خصك تعاود بروغراميها. كتبروغراميها كتسالي، هنا نعاود بروغرامي مازال، دير فاميليال سالي ونديرو لها، يعني بروغرامي عادي سويفون. فهمتي الاخوان؟ المهم يعني حنا بروغرامينا، غنعاود نطفيوها وغنشعلوها، غتعطينا نفس العملية تاني، يعني غادي تعاود تاني تعطينا نفس العملية. نستنى تشعل شوية، يعني كتعاود تطفي وتشعل كطلع وتطلق تاني نفس العملية، يعني غتشعل تاني وغادي تعاود تطلق تاني نفس السيستم. فلهذا الإخوان خاص الفلاش، غنحاولو نفلاشوها إن شاء الله ونشوفو كيفاش غتكون العملية. من بعد ما قمنا بتحميل الفلاش ديالها هو هذا، يعني وضعناه في اليو اس بي، يعني من الاحسن تكون اليو اس بي خاويه، فهمتوني؟ تشارجي فيها غير الفلاش ديالها هي، فقط فيرموار ديالها هي، يعني كما كتشوف هذا هو الفيرموار ديالها. من بعد ما بدينا الاسم ديالو خاص يكون فيرموار ديال الاخوه، الا كان شي فيرموار اخر يقدر يبلوكيها او لا شي حاجه. يعني من بعد الاخوان ما غنوضعوا اليو اس بي، كل يو اس بي اللي فيها الفيرموار، يعني كما كتشوفوا عاديه. ديك الساعة غادي نبرونشو في الضو ونشوفو، يعني نقومو بتوصيل الكهرباء، شوف واش غتعطينا الإخوان. ننتظر واحد شوية، غتعطينا هادي، ننتظر واحد شوية باش يطلع لينا واحد الطابلو، يعني خص يكون فلاش ديالها، إلا مكانش ديالها يعني حاجة فينا مغاداش تطلع، أولا مشكل ديال الكلي مغاداش تطلع. ننتظر واحد شوية نشوفو، يعني ها هو طالت كما كتشوفو الإخوان. يعني غادي نمشيو هنا للستار، يعني حتى التيليكوموند او شويه انما تنشوفو تيليكوموند اخرى، يعني التيليكوموند ديالها عيانه كيف هي ليا. يعني حتى التيليكوموند عيانه الاخوان، هي قديمه، غنشوفو واش التيليكوموند خدامه. يعني من بعد الاخوان ما درنا لها اوكي، شوف كيعطاتنا، يعني هو دابا الفلاش كيدوز، يعني سوفتوير ابديتين نو نوت ان بلايك، يعني زعما يعني خاصنا ننتظرو، يعني من نديرو والو، يعني خليتيه يكمل راسو، تكمل راسها ان شاء الله. نتسنى واحد شويه ننتظرو. المهم الاخوان كنطلب منكم انكم شفتو هاد الفيديو دعمونا باشتراك، ومتبخلوش علينا بتفعيل الجرس والضغط على زر الاشتراك، وديما نشارككم ان شاء الله الجديد، وشي كومونتير سواء سلبي او ايجابي باش نستافدو كاملين. يعني كنحاولو نديرو ما بجد باش نستافدو نتوما، يعني كلشي العملية تكون سهلة. كنتظرو الإخوان واحد شوية، مكنخليوها تا تكمل على خاطرها، يعني تا حتى تكمل العملية. وكنوصيكم ضروري الفلاش يكون ديالها، لما كانش فلاش ديال الإخوان راه غادي تبقى فيها شي مشكل، يعني غتعمل بمرة، يعني متقشعل. مزال كاين إحتمالية أنك باش كيكون هكا مرة كتبروغراميها وكتخدم، أما إلا دوزتي لفلاش آخر يعني فيرموار لآخر يعني ماشي ديالها، يعني راه غادي تبلوكا مرة، يعني غيلزمك كارت مير. يعني كنتسناو هاي دحي تي في ويل روستال اوتوماتيكلي، يعني تسناو واحد شوية صافا هي غترو ديماري ونشوفو النتيجة كي دايرة. خاصها تشعل، تهضر واحد شوية، يعني هاي شعلات. شوفو دابا غنعاود نبروغراميها دابا عادي نورمال، يعني صافي هو الميزاجور تبدلات فيرتو لخرا. المهم دابا كما كتشوفو الإخوان، دابا يعني خاوي، دابا نعاود دابا نطفيوها ونشعلو، دابا هاهي تبروغرام، نعاود دابا نطفيوها ونشعلوها ونشوفو النتيجة. قبل هذا نحذفو بعدا الكلي هذا يو اس بي باش متبقاش مبرزطانة.
من بعد ما حذفنا الكلي دابا غنشوفو نشعلوها. بسم الله نتوكل على الله. هذه غتشعل نورمال. ها هي الشي الاخوان ما بقاش داك الديفو. غادي نعاود نبروغراميها غير اونتين تي انتي نشوفو شنو كاين. نستنى واحد شويه ننتظرو حتى يكمل روشيرش. تهضروا غير باش البروغرام يبقى يعني باش نتاكدوا باش حتى الزبون الى داها كون كما يقولوا انت هاني وانت مرتاح. هو هاني وانت مرتاح. استنى واحد شويه شي داخل القنوات ديال تي ان تي. ها دابا دخلوا هما كتشوفوا 8 استناو على الاقل دير اولا نجربوا غير بهاد 8 هذا نحيدوا هما 15 كملوا شي هما. دابا غادي نديروا سويفون الريموت هي عندي شويه المهم نتسنى واحد شويه تكمل. ها هي صافي دابا هاي كما كتشوفوا بروغرامات بروغرامات شو غنعاود نتفور الاخوان نشعلوها. خاصها تطلع لنا الاذاعه ديال تي ان تي يعني ما خصهاش تطلع لنا شي حاجه اخرى. ما طلعش داك الطابلو اللي كنا دايرين في الاول. غادي ننتظر واحد شويه هاي شعلات. يعني شعلت خاصنا طالنا تي ان تي ديال تي ان تي يعني خاصنا طال. ها هما كما كتشوفوا الاخوان هادشي اللي كاين الاخوان. كنتمنى لكم تدعمونا باشتراك وتفعيل الجرس ان شاء الله باش يوصلكم جديد. والسلام عليكم في حلقه جديده ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.